بيبدأ الفيلم بنت صغيرة اسمها مولي، واللي بتكون بنت يتيمة وعايشة في دار الأيتام من وهي طفلة. وبتحكي لنا مولي عن الدار، وبتقول لنا إن مديرة الدار واحدة اسمها إديسون، وإديسون دي بتكون بتعامل الأطفال بقسوة، ومنع إن هم يتفرجوا على التلفزيون أو ياكلوا حلويات، ولا حتى سمح لهم يقروا كتب، ومن الآخر ممنوع يعملوا أي حاجة فيها متعة وتسلية، ولو شافت أي طفل بيعمل حاجة من الحاجات دي بتعاقبه عقاب شديد. وعلشان كده بنشوف مولي وهي قاعدة مستخبية في المغسلة، وده علشان مولي معاها كتاب وعايزة تقراه من غير ما إديسون تشوفها. واثناء ما هي بتقرا في الكتاب ده بيجي لها ولد اسمه روكي، واللي بيكون زميلها في الدار واعز صاحب ليها، وبياخدها روكي وبيروحوا يسرقوا اكل من المطبخ وبيوزعوه على باقي زمايلهم في الدار. واثناء ما هم بياكلوا مش واخدين بالهم بتسمعهم المديره إديسون، وبتدخل عليهم وبتمسكهم وبتاخدهم إديسون على مكتبها، وبتفضل تزعق لهم وبتكون هتعاقبهم كلهم. لكن مولي قطعتها واعترفت لها ان هي اللي سرقت الاكل وهي اللي وزعته على زمايلها، فبتتعصب إديسون جدا وبتهزقها وبتعاقبها بان هي تمسح الحمامات لمده اسبوع كامل، وبرضه بتعاقب الباقيين وبتقول لهم ان هيبقى فيه حظر تجوال ليهم من بكره، وكمان مش هياكلوا الاسبوع ده غير شوربه السمك، لان هي عارفه ان دي اكتر اكله بيكرهوها كلهم. وبالفعل بيجي تاني يوم وبتضطر الطباخه تعمل لهم شوربه السمك علشان اوامر المديره، وكلهم من غير استثناء بيرفضوا ياكلوا. وبتشوف بعد كده مولي ورقه فيها اعلان مسابقه مواهب في القريه عندهم، وبتقول له روكي صاحبها يقدم في المسابقه دي، لان روكي ده صوته حلو جدا. لكن بيكون في بنت معاهم في الدار بتفضل تتريق على روكي ومولي، وبيحصل بينهم جدال وصوتهم بيعلى لحد ما بتسمعهم إديسون وبتيجي تزعلهم كلهم. ولما بتشوف اعلان المسابقه في ايد مولي بتتعصب اكتر، وبتاخد منها الاعلان وبتزعلها وبتهزها قدام كل زمايلها، وبتقول لها ان واضح ان العقاب المره اللي فاتت ما كانش كافي، وعلشان كده بتعاقبها تاني عن طريق ان هي تغسل الاطباق طول الاسبوع ده. وبالفعل بعد الاكل بتروح مولي تغسل الاطباق، وبيروح روكي يقعد معاها يسليها لحد ما تخلص العقاب بتاعها، وبيفضل روكي يغني لها وهي بتكون معجبه بصوته جدا، وبتقول له ان هو لازم يقدم لمسابقة المواهب بأي طريقة. فبيقول لها روكي ان هو هيخاف يغني قدام الناس، وان هو بس بيغني لها علشان هي صاحبته وما بيتحركش منها. فبتقول له مولي ان هي هتروح تغني معاه على المسرح وهتساعده عشان ما يتوترش. لكن في اللحظة دي بتكون إديسون بتسمعهم، وبتقول لهم ان مفيش حد هيخرج منهم، والطريقة الوحيدة للخروج من هنا هي ان حد يتبناهم، واكيد يعني اي حد عنده عقل مش هيفكر لحظة واحدة يتبنى حد فيكو. فبتزعل مولي وبتتأثر من الكلام ده جدا، وبتبدأ تشك اذا كانوا اهلها ما ماتوش فعلا ولكنهم اتخلوا عنها عشان هي طفلة وحشة. واثناء ما مولي طلعت تنام بتقابل الاستاذة باري، والاستاذة باري تبقى المربية اللي بتخلي بالها من الاطفال في الدار، وبتكون قريبة منهم جدا على عكس إديسون. وبتحكي مولي للاستاذة باري على اللي حصل وهي متأثرة، فبتقعد باري معاها وبتواسيها وبتقول لها ان هي لازم تثق في نفسها لان هي بنت مميزة جدا، وما ينفعش تسمح لاي حد ان هو يحبطها ويقلل من ارادتها، وبتهديها وبتخليها تروح تنام. وبيجي تاني يوم وبتقعد مولي لوحدها وهي متضايقة من كلام إديسون امبارح، فبيجي روكي يقعد معاها وبيوسيها وبيقول لها تيجي تلعب معاه، لكن هي بتقوله ان هي هتروح لمكتبة المدينة عشان تستعير كتاب تقراه. وبتروح مولي للمكتبة وبتدخل مولي تدور على اي كتاب كويس تقراه، واثناء ما هي بتدور في المكتبة بتسمع شخص اسمه نوك، وبيكون متعصب جدا وبيزعق لأمينة المكتبة، وده لان هو بيدور على كتاب معين ونادر جدا عن التنويم المغناطيسي، وبيكون بيدور عليه بقاله فترة كبيرة ومش لاقيه، وان هو جه مخصوص لحد هنا من لندن علشان عارف ان في نسخة من الكتاب ده موجودة في المكتبة. وفي نفس اللحظة دي بتلاقي مولي بالصدفة الكتاب اللي هو بيتكلم عنه، فبيتملكها هنا الفضول وبتفتح الكتاب تقرأ اول صفحة، وبيكون مكتوب فيها ان هي على وشك بداية رحلة مذهلة جدا. فبتنبهر مولي بالكتاب وبيشدها، وبتكون عايزة تاخده وتمشي، بس بيقع منها بالغلط وبيشوفه نوك، فبيروح نوك بسرعة عشان ياخده، لكن قبل ما ياخده بتاخد مولي الكتاب وبتطلع تجري من المكتبة، ولما بيطلع نوك وراها ما بيقدرش يلحقها، وعلشان كده بيسأل واحدة من الجيران عليها، وبيعرف منها ان البنت دي اسمها مولي وانها يتيمة وعايشة في دار الايتام اللي في المدينة. وبعدها بترجع مولي للدار وبتبدأ تقرأ في الكتاب، وبتبدأ تاخد نبذة عن التنويم المغناطيسي، وبتعرف ان التنويم المغناطيسي ده فن وموهبة بيتم استخدامها من زمان جدا، ويقدر يضيع الخوف والألم ويحسن من حياة الناس كتير. والكتاب ده بيتكلم عن طريقة تعلم موهبة التنويم المغناطيسي، فبتفضل مولي تقرأ في الكتاب وبتشوف الطريقة والتعليمات اللي هتمشي عليها، وبتقرر بعدها تروح تجرب اللي اتعلمته ده. وبعد تفكير كتير بتقرر تجرب التجربة دي على كلب المديرة إديسون، وبالفعل بتروح للكلب وبتبدأ تطبق عليه اللي قريته، وبتنفذ كل التعليمات بالحرف، وبتقدر فعلا تسيطر على الكلب ده تماما، وبتكون طايرة من الفرحة لما بتقدر تعمل كده. لكن بيدخل روكي عليها وهو متضايق جدا علشان كان في ميعاد تمرين على الغنى بينهم وهي ما جاتش، فبتعتذر له مولي وبتقول ان هي كانت مشغولة شوية وانها مش هتكرر الغلطة دي تاني ومش هتنسى. وبعدها بتروح مولي لمطبخ الدار علشان تجرب التنويم المغناطيسي على شيء اكبر من الكلب، وبتجرب التنويم المغناطيسي على طباخة الدار، وبال
بالفعل بتقدر تسيطر عليها وبتقنعها ما تعمل لهمش شوربة سمك مرة تانية. وبالفعل وقت ميعاد الغداء بيتفاجئ كل الأطفال إن الأكل مش شوربة سمك، وبيلاقوه أكل إيطالي على أعلى مستوى، فبيفرحوا جدا بالأكل ده وبيقعدوا ياكلوا وهم مبسوطين جدا، لحد ما بتدخل عليهم إيديسون فجأة وبتتصدم اللي بتشوفه، فبتفضل تزعق لهم وتزعل الطباخ كمان، فبتقطعها بيري وبتقولها تسيب الأطفال يفرحوا شوية وياكلوا حاجة هم بيحبوها من غير تعقيد. فبتضايق إيديسون جدا وبتقول لهم إن جالها طلب من أسرة إن هم عايزين يتبنوا طفل من هنا، وهي هترشح لهم روكي علشان يتبنوه، وعلشان كده بتطلب من روكي يجهز نفسه ويلبس كويس لما الأسرة تيجي. وطبعا بيزعل روكي، ومولي كمان بتزعل أكتر علشان هم أعز أصدقاء ومش عايزين يتفرقوا عن بعض. وبيجي الليل وبيقعد روكي يتكلم مع مولي شوية وبيقول لها إن هو مش عايز يمشي من غيرها، فبتقول له مولي إن هي مش هتسمح لده يحصل. وفي نفس الوقت ده بتروح باري تتكلم مع إيديسون وبتقول لها إن روكي ومولي مقربين من بعض جدا، والأحسن إن هم يستنوا أسرة يتبنوهم هما الاتنين مع بعض علشان ما يتفرقوش عن بعض. ولكن طبعا إيديسون بترفض وبتقول لها تخرج برا الموضوع ده علشان هي مش هتعلمها تعمل شغلها ازاي وتختار مين يتم تبنيه ومين لا. فبتهددها هنا باري وبتقول لها لو خلت الأسرة يتبنوا روكي هتبلغ عنها الشرطة لأنها بتعامل الأطفال معاملة سيئة جدا وبالتالي ممكن تتحبس. فبتضايق إيديسون هنا بس بتتملك نفسها وبتتظاهر ان هي هتسمع كلام باري. وبيجي تاني يوم وبيتسلل نوك للدار علشان يسرق الكتاب من مولي، ولكن إيديسون بتمسكه وهو داخل الدار فبيقول لها ان هو هنا علشان يتطوع للشغل في الدار، فبتوافق إيديسون على طول على تعيينه وبتاخده تديله مهمات يعملها على طول، فبيضطر نوك ان هو يعمل المهمات دي ويكمل تمثيل. وبيجي الليل وبتكمل مولي قرايه في الكتاب وبتعرف ازاي تستخدم التنويم المغناطيسي بشكل احترافي اكتر، وبتعرف ان اي حد متعصب بيبقى صعب جدا ان هي تسيطر على عقله، ولو عايزه تسيطر على اي شخص فلازم يكون الشخص ده مسترخي تماما وهادي جدا. وفي نفس الوقت ده بتقرر إيديسون ان هي تتخلص من باري باي شكل علشان تهديد امبارح. وبتروح إيديسون تأمر باري ان هي تصلح لمبة مكسورة في الدار، واللمبة دي بتكون في مكان عالي، فبتطلع باري على كرسي علشان تقدر تصلح اللمبة، وهنا بتتدخل إيديسون وبتزق الكرسي وبتوقعها من مكان عالي، وبتيجي الإسعاف وبتاخدها. وطبعا كل الأطفال بيزعلوا عليها علشان هي طيبة جدا، ولكن إيديسون بتزعل لكل الأطفال وبتأمرهم يدخلوا يناموا. وتاني يوم بيكون روكي رايح لمسابقة المواهب وبيكون عايز مولي تيجي معاه عشان تساعده وتخفف عنه التوتر، فبتقول له مولي إن هي هتعمل حاجة وهتروح له في ميعاد العرض، والحاجة دي إن هي ناوية تسيطر على عقل إيديسون علشان تغير رأيها في موضوع تبني روكي. وبالفعل بتروح مولي لمكتب إيديسون وبتقدر تسيطر على عقلها وتنيمها مغناطيسيا، وبتقول لها وهي متحكمة في عقلها إن هي لازم تخلي الأسرة اللي جاية تتبنى طفل دي تتبنى أي حد تاني غير روكي، ولو جت أي أسرة عشان تتبنى واحد فيهم تخلي الأسرة دي يتبنهم هما الاتنين مع بعض. وكمان بتقول لها إن هي لازم تعامل كل الأطفال في الدار بطريقة كويسة. وقبل ما تمشي بتشوف مولي بالصدفة السجل بتاعها في الدار، وبتعرف ان اهلها ما ماتوش فعلا لكنهم اتخلوا عنها وسابوها على عتب الدار الايتام ومشيوا. فبتتأثر هنا مولي جدا وبتزعل، ولكنها بتفتكر فجأة ان هي اتأخرت على ميعاد العرض بتاع روكي، فبتطلع تجري علشان تلحقه. وفي نفس الوقت لما مولي ما بتحضرش العرض ما بيقدرش روكي ان هو يغني وبينسحب. ولما بتوصل مولي لهناك بتعرف ان المسابقة خلصت وان روكي اكيد هيزعل منها لان هي ما حضرتش. وفي نفس الوقت بتوصل الأسرة اللي هتتبنى الطفل من الدار، وبتروح إيديسون تجيب 3 أطفال غير روكي، لكن المفاجأة إن روكي بيدخل يقابل الأسرة وبيتعرف عليهم وبيحاول يتقرب منهم علشان هما اللي يتبنوه، وده لأن هو بيكون متضايق من مولي جدا ومش عايز يقعد معاها أكتر من كده بعد الإحراج اللي حصل له قدام الناس. وبالفعل الأسرة دي بتعجب بروكي وبأخلاقه جدا وبيقرروا إنهم يتبنوه. وأثناء ما روكي ماشي مع الأسرة دي بتوصل مولي للدار وبتروح تنادي على روكي قبل ما يمشي معاهم، وبتقول إن هي ظبطت كل حاجة وخلت إيديسون ترجع في قرارها، لكن بتتفاجئ ان هو بيقول لها ان ده قراره هو مش قرار إيديسون، لان هي خذلته اكتر من مرة، هو عادته ان هي هتكون جنبه وقت العرض وللأسف ما وفتش بوعدها. وبيودعها بعد كده روكي وبيمشي مع الأسرة الجديدة وبيروح عشان يعيش معهم في لندن. وبعدها بتقعد مولي لوحدها وبتكون زعلانة جدا على روكي، وبتجيلها واحدة صاحبتها تواسيها وبتقول لها ان هو هيرجع في يوم من الايام، فبتقول لها مولي ان هي متأكدة ان هو مش هيرجع ابدا، فبتقترح صاحبتها عليها ان هي اللي تروح له. فبتعجب مولي بالفكرة دي وبتقرر تستخدم مهاراتها الجديدة في التنويم المغناطيسي في ان هي تروح لروكي وترجعه. وبتروح مولي تشوف سجل روكي علشان تعرف عنوان الأسرة اللي اتبنته، وقبل ما تعرف العنوان بتتفاجئ بنوك واقف وراها وبيسألها على مكان الكتاب، فبتضربه مولي وبتاخد الورقة اللي فيها العنوان وبتجري، بس المشكلة ان الورقة لما اتقطعت ما كانش فيها العنوان، ومولي ما بتاخدش بالها وبتكمل هروب. ولما بيروح نوك يطاردها بيجي كلب المديرة إيديسون يساعدها ويبعد نوك عنها، وكمان بيروح معاها في الرحلة لندن بعد ما بقى صديق ليها من ساعة ما هي نايمته
مهارته مغناطيسيا، وبتستخدم مولي مهارتها في التنويم المغناطيسي وبتسافر لندن بالاتوبيس، وكمان بتروح تقعد في فندق هناك وبتسيطر على عقول الموظفين كلهم وبتخليهم يحجزوا لها احسن جناح، وبتسهر مولي تتفرج على التلفزيون وبتقضي وقت لطيف. وبيجي تاني يوم وبتستخدم مولي قوتها في ان هي تعرف عنوان روكي بالظبط وبتتحرك عشان تروح تقابله، وبالفعل بتروح تقابله وبتحكي له كل حاجه عن التنويم المغناطيسي وبتقول له يجي معاها وهيقدروا يحققوا كل احلامهم، لكن المفاجاه ان روكي بيرفض وبيقول لها ان هو عنده اسره دلوقتي وعايش معاهم وسعيد، وبيسيبها بعد كده وبيمشي. فبتتضايق مولي جدا وبترجع للفندق وبتكون زعلانه ومش عارفه هتعمل ايه من غير روكي. وبتقعد مولي تتفرج على التلفزيون شويه وبتلاقي مغنيه مشهوره عامله عرض ضخم وبتكون عايزه بنات تغني وراها، وبتعلن عن مكان تجارب الاداء للبنات دول. فبتقرر مولي ان هي تشارك في العرض ده، وبالفعل بتروح توقف في طابور كبير وبتستنى دورها لحد ما بتلاقي المنتج المسؤول عن تجارب الاداء اتخانق مع المغنيه المشهوره وحصلت بينهم مشكله كبيره. فبتتسلل هنا مولي وبتروح له وبتسيطر على عقله وبتقنعه يعينها هي بدل المغنيه دي ويخليها هي اللي تغني في العرض. وطبعا المنتج بيوافق وبيعمل اتصالاته وبيخلي مولي مكان المغنيه المشهوره. وبعد الحفله دي بيتغير شكل مولي تماما وبتبدا تتشهر بالتدريج في كل مكان في لندن، وكمان بيتم استضافتها باشهر البرامج التلفزيونيه، والصور بتاعتها بتملى شوارع لندن كلها لدرجه ان هي لما بتمشي في الشارع الناس بتتجمع حواليها عشان بس ياخدوا صوره معاها. ولكن المشكله ان مولي مش موهوبه اصلا وما بتعرفش تغني ولا حتى ترقص، واكتر حاجه مخوفه مولي ان الجمهور يكتشف ان هي ما عندهاش موهبه ويفتكروا ان هي بترشي المنتجين. وعلشان كده بتقرر مولي ان هي تستخدم الكتاب وتعرف ازاي تخلي الجمهور يعجب بيها ويشوفها فعلا موهوبه، وبالفعل بتقرا عن طريقه السيطره على عدد كبير من عقول الناس. وفي يوم بيكون مولي عندها حفله هيحضرها جمهور كبير جدا، وبيكون في عدد كبير حاضر وبيكون في عدد اكبر هيتفرج عليها على التلفزيون. فبتقرر هنا ان هي تسيطر على عقلهم كلهم وتقنعهم بموهبتها. وفي نفس الوقت ده روكي بيسمع اسرته وهما بيتكلموا عنه وبيقول ان هما لازم يبعتوه مدرسه داخليه بدل المدرسه اللي هو فيها. فبيتضايق هنا روكي من اسرته الجديده وبيروح يواجههم وبيتخانق معاهم وبيقول لهم ان هو مش هيروح اي مدارس داخليه. هو بيسيبهم وبيمشي وبيدخل اوضته وبيجهز نفسه عشان يهرب من البيت وبيروح يدور على مولي. وفي الوقت ده بتكون مولي بتجهز وبتقرا في الكتاب عشان تسيطر على عقول الجمهور، ولما بيبدأ العرض بتقول الجمهور والكاميرات يركزوا على عينيها، وبتقدر مولي تسيطر على عقلهم كلهم فعلا وتخليهم يعجبوا بيها ويتفاعلوا معاها في العرض. لكن المشكلة ان في الاثناء دي المغنية اللي كانت مشهورة ومولي اخدت مكانها بتدخل تفتش في حاجات مولي، وده علشان تعرف ايه سبب اعجاب الجمهور بيها وشهرتها للدرجة دي رغم ان هي مش موهوبة. فبتلاقي كتاب التنويم المغناطيسي وبتعرف سر شهرة مولي. لكن في اللحظة دي بيدخل نوك لأوضة مولي علشان هو كمان بيدور على الكتاب، وبيشوف الكتاب في ايد المغنية فبيحاول ياخده منها وبيبدأوا يتخانقوا هما الاتنين، والمغنية هي اللي بتاخد الكتاب. وفي الوقت ده بتخلص مولي العرض بتاعها وكل الناس بتحب العرض جدا ما عدا مولي، هي اللي بتقعد لوحدها وبتزعل علشان غشت الجمهور لحد ما بتجيلها المساعده بتاعتها وبتقول لها ان هي لازم تغير هدومها. فبترجع مولي لاوضه تغيير الملابس وبتلاقي المغنيه مستنياها هناك وبتواجهها بالحقيقه، وبتقول لها المغنيه ان هي تعبت واجتهدت 6 سنين علشان توصل للشهره دي، وهي جت نايمه الجمهور مغناطيسيا وخدت الشهره منها في لمح البصر. فبتحس مولي هنا بالذنب وبتكون هي اصلا زعلانه لانها بتغش الناس، فبتعتذر لها مولي ان هي اخدت الشهرة منها واخدت كمان مكانها، وبتقول لها ان هي هتسيب لها كل حاجة ومش هترجع هنا تاني. وبتروح مولي للمنتج وبتنيمه مغناطيسيا علشان يعين المغنية مكانها تاني لان هي موهوبة اكتر منها، وطبعا المنتج بيعمل اللي هي عايزاه. واثناء ما مولي ماشية بتقابل روكي صاحبها وبتفرح جدا لما بتشوفه وبيحضنوا بعض، وبتحكي له مولي على كل حاجة وبتوري له الكتاب والطرق اللي استخدمتها علشان تبقى نجمة مشهورة. واثناء ما هي بتحكي له بتجي لها بنت تديها رسالة من نوك واللي بيقول لها فيها ان هو خطف الكلب بتاعها والكتاب مقابل الكلب. فبتتعصب مولي وبتقرر تروح للعنوان وتقابل نوك، ولكن بتبقى ناويه تسيطر على عقله فبيروح روكي معاها عشان يراقبها من بعيد. ولما بتوصل مولي بتلاقي نوك لابس نظاره علشان ما تقدرش تسيطر على عقله، وبتعرف ان نوك عايزها تسرق بنك معاه باستخدام قدراتها في التنويم المغناطيسي. ولما بترفض مولي بيقول لها ان هي نصابه وشهرت نفسها بالخداع والسرقه والموضوع ما يفرقش كتير، وبيهددها تسرق معاه والا هيقتل الكلب. فبتضطر مولي توافق على مساعدته، وبيكون في عربيه فيها موظفين من البنك ومعاهم جوه العربيه دي خزنه فيها مجوهرات كتير. فبتروح مولي تسيطر على عقلهم وبتاخد العربيه منهم وبتمشي مع نوك، واللي بياخد العربيه لمكان بعيد وبياخد مصلحته من مولي وبيحبسها هي والكلب بتاعها في القفص، وبيروح يفتح الخزنه لكن بيلاقيها بتتفتح ببصمه العين. وهنا بتوصل ام نوك اللي هي العقل المدبر لكل ده من البدايه، وبتقول ام نوك لابنها ان هو شخص ضعيف وجبان وما يستاهلش يبقى ابنها، وبتجبر مولي ان هي تفتح لهم الخزنه بقوتها
ولما تفتح مول الخزنة أم نوك بترجعها للقفص تاني وبتحبس ابنها معاها. وبتدخل أم نوك تاخد المجوهرات من الخزنة ومعها رجالتها. وأثناء ما هم جوه الخزنة بيروح روكي المولي وهو معاه مراية وبيقول لها تقفل الخزنة عليهم عن طريق انعكاس عينيها في المراية. ونوك بيساعدها برضه وبالفعل بتقدر مولي تقفل الخزنة وهم جوه وبتحبسهم كلهم في الخزنة. وبيروح روكي يخرج مولي ونوك من القفص وبعدها بتروح مولي تسيطر على عقل أم نوك وبيخلوها تسلم نفسها بالمجوهرات اللي سرقتها هي ورجالتها. وبترجع مولي وروكي للدار مرة تانية ومعهم هدايا كتير لكل أصحابهم. والمفاجأة اللي بتعجبهم كلهم إن إديسون استقالت من إدارة الدار والمديرة الجديدة هي الأستاذة باري اللي كلهم بيحبوها ومقربين منها جدا. وبتقرر مولي تكمل حياتها بطبيعتها من غير غش ولا خداع. وبتروح ترجع الكتاب تاني لأمين المكتبة. وبتعيش مولي حياتها في سعادة مع أصحابها وعلى طبيعتها. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تقول رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وتقدر كمان تقترح علينا أفلام في التعليقات نلخصها على صفحة فيلم تشينو، وما تنساش تعمل فولو لصفحة عبد عاطف عشان تتابع الملخصات الكوميدية، ويلا سلام.